كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من الأمور التي ينبغي للمسلم حتى يكون من المرحومين بإذن الله رب العالمين قيام الليل في رمضان. كثير من الناس يظن شهر رمضان هو هذا النهار الذي يمتنع فيه عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع أو ما في معنى هذه الأشياء، ويظن بأن الليل محلاً للتهتك ومحلاً للإسراف ومحلاً للترويح عن النفس عن تلك الأمور التي حبس نفسه عنها في نهار رمضان، وما علم بأن ليل رمضان كنهاره سواء بسواء كنهاره سواء بسواء، إلا أن الليل أباح الله جل وعلا فيه هذه المفطرات التي منع عنها الصائم في نهار رمضان. الليل محل للقيام، فإذا أردت أن تكون من المرحومين فقم يا عبيد الله، وقومي يا أمة الله، قوموا الليل كله، صفوا أقدامكم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، مرغوا جباهكم وأنوفكم خضوعا لرب العزة والجلال، اذرفوا الدمع واغسلوا ذنوبكم بدموعكم باكينا وأنتم مصلين. نعم، هذا هو الذي يريد الرحمة،